إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. سورة الإخلاص هي من أشهر السور ومن أكثرها تكرارا على ألسنتنا ونحن نصلي: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كلمة الصمد كلمة لم تتكرر في غير هذه السورة في القرآن الكريم كله. ما معنى الصمد يا ترى؟ هذا وصف من صفات الله سبحانه وتعالى، الله الصمد. يعني يقال في سبب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، ربك هذا من هو؟ ما هو نسبه؟ فنزلت هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد. كلمة الصمد هنا قد لا يفهم معناها بعضنا عندما يسمعها، لأنها ليست كلمة متكررة في يعني في كلام الناس. الله الصمد معناها هنا الصمد أي السيد الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها. وش معنى تصمد؟ يعني تقصده الخلائق بحاجاتها. العرب في الجاهلية كانوا يسمون السيد الشريف صاحب المكانة الرفيعة الصمد، ويسمون بيته البيت الذي يقصده الناس البيت المصمد. ولذلك في معلقة طرفها بن العبد عندما ذكر قال: وإن تسأل الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت العزيز المصمد. المصمد يعني المقصود، الناس كلهم يأتون إليه. والله سبحانه وتعالى لأن الخلائق كلهم يقصدونه بالدعاء والسؤال سمى نفسه الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتسأله وتقصده، هذا هو معنى الصمد. بعض المفسرين يقولون أن الصمد، تجدون خاصة في كلام السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين، يقولون الصمد هو الذي لا جوف له، وفي بعض كلامهم الذي لا يطعم الطعام. والله قد وصف نفسه سبحانه وتعالى بقوله: وهو يطعم ولا يطعم. وعندما وصف عيسى بن مريم، عندما قيل أن عيسى بن مريم إله، قال الله سبحانه وتعالى في وصف عيسى بن مريم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فالذي يأكل الطعام لا يمكن يكون إله، والذي يطعم ولا يطعم هو الذي يستحق أن يكون إله، وهو الله سبحانه وتعالى. فهو أيضا المقصود الذي يقصده الناس بحاجاتهم، وهو لا يحتاجهم في شيء من أمره. هذا من معاني قوله سبحانه وتعالى الصمد. لكن المعنى الرئيسي لكلمة الصمد في هذه الآية وفي هذه السورة هو السيد العظيم الذي تقصده الخلائق بحاجاتها. الآن عندما نقرأ الآن قل هو الله أحد الله الصمد، نستحضر كل هذه المعاني الرائعة، وهي السؤال الناس لحاجاتهم، وقصد الناس لله سبحانه وتعالى في الدعاء، والتوجه إليه سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له. كل هذه المعاني تدخل تحت معنى الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتلجأ إليه وتدعوه وتسأله وتتوجه إليه، لأنه سبحانه وتعالى الرب الذي لا إله إلا هو. وبهذا تتضح لنا الصورة، لأن هو يعني هذه الكلمة هي تكاد تكون هي الكلمة الغريبة الرئيسية في سورة الإخلاص، لأن بقية المفردات الموجودة في السورة واضحة لا تحتاج إلى شرح.